خلونا نشوف ما هي الأوضاع في البلد في هذا اليومين الماضيين في بعض القضايا. نشير لها ثم نعود. ما يسمى بوزارة الصحة تقول أن 159 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر، ارتفاع إجمالي إصابات كورونا إلى 4997، تسجيل 6 وفيات جديدة بكورونا في الجزائر، وارتفاع إجمال الوفيات إلى 476، حالة الشفاء 130. هذه ما يقولون، نحن نعرف مرة أخرى، نذكر بها ونحن نعرف أنها ليست صحيحة، إنهم يكذبون، لكننا دعنا نذكر بها للتاريخ ولما هو قادم عندما يحتاجها ربما الناس لذلك. وعلى ذكر الكورونا وعلى ذكر القرارات المتخبطة، أنت أغلق للناس بلا ما تخبرهم، ومن بعدين أفتح للناس تجار بشكل أساسي، وبعدين عاود أغلق للناس. خلينا نشوف بعض القطاع، قطاع معين متضرر، خلينا نسمع شوية وش يقولوا أهل هذا القطاع. جاتكم سم العين غير على الطاكسيات، ترى الحوانت تحلين، الحوانت تحلينهم، يتلموا بالعشرة، يتلموا بالعشرة، وطاكسيار يهز بزوز برايس، جاتكم شغل على العين العورة، طاكسيار ما يخدمش، إيه حقرة هذه يا خويا، وأنا واحد من الناس دوبلار، دور ولا، باب ولاد ودور ولا، غاددني روحي يا خويا، نقول لهم حسبنا الله ونعم الوكيل فيها. سائقو سيارات الأجرة بعنابة يرون عودتهم للعمل ضرورة ملحة ويتعهدون بالحفاظ على أخاوتي. خليونا يرحم والديكم، خليونا نخدموا، بابيتو ستة ونونا، خليونا نكبوا، يعني في زوز ملايين دين، ادخل من جهة ولا من جهة، الذراري راهم يلقوا ما ياكلوا، الكسرة عاد تطلبها باه يجيب الولاد باه ياكلوا. هذه الآهات تلخص كل المعاناة، وهي على لسان كل سائقي سيارات الأجرة بأن هذه في إحدى قنواتهم، وصرخات جزائريين اللي تاكسيور في عنابة، وطبعا كي نقولوا عنابة يعني في كل مدن الجزائر نفس الشيء بالنسبة للتاكسيور، وهم بعشرات الالاف، عشرات الالاف، ربما مئات الالاف دي تاكسيور في الجزائر، هذو المعلنين خلاف اللي هما كلونديستان وخلاص. اذا صرخات وين يقول لك ما وصلناش ما وجدناش واش ناكلوا، ما بيتوا تعاونونا، ما خليتونا نخدموا. هاي ثورة الجياع، هذه خطيرة، هذه هاي لو كان تبدا تتراكم الاحداث وتبدا تتعقم، وتبدا الناس ما تجدش واش تاكل، وما تديش لولادها واش تاكل، راهو الجوع اخطر شيء، وياتي في اول شيء اللي لازم يتوفر عليه الانسان، والا ينفجر، يثور، يغضب، يتمرد. الجوع راه ما معاش لعب، لكن العصابه هذه اللي عايشه في كلوب دي بان وفي زيرالدا وفي موريتي وفي أفخم الأماكن وأفخم المحلات وأفخم الفنادق وأفخم، ما تعيش الألم تاع الناس. قبل ذلك كان فيه انهيار في عمارة، في لعل الناس تابعوها اليوم، في العاصمة، وأدى إلى، الأخبار تقول إلى وفاة امرأة حامل رحمها الله، وألهم أهلها وأبناءها وزوجها ومن معها، ألهمهم الصبر والسلوان. هذه حسين داي في قلب العاصمة. تنهار البنايات، نعم ممكن البناية أن تنهار، لكن عندما يعود عندنا نظام رقابي، عندما يكون البلدية والأجهزة البلدية والأجهزة الولائية تقوم بأدوارها، فإنها لا تسمح بانهيار البنايات، لا تسمح به إلا في حالات نادرة، في حالات الكوارث الخاصة. أما من حين لآخر، هاو نهار في وهران، هاي نهارت في القصبة، هاي نهارت في باب الواد، هاي الآن في حسين داي، هاي هذيك المرة في تمن راس، هاي المرات اللي فات مرت في عنابة، هذا نابع من سوء الإدارة. هذا ليس قضاء وقدر، قضاء وقدر عند الله سبحانه وتعالى، لكن اللي متسبب في هذا، في هذه الجرائم،
هم المسؤولين أو المسؤولين اللي موجودين وهم بدون كفاءة وبدون قدرة على العمل. ولماذا؟ لأن يتم اختيارهم وفق الأفسد هو اللي يأخذ الأعلى المناصب. كلما كنت فاسدا ومفسدا، كلما كنت سارقا ولصا فاجرا وفاشلا، كلما أعطوك منصبا أو أعطيت منصبا في البلدية أو الولاية أو الدائرة أو الوزارة وهكذا أو السفارة وهكذا. ولذلك يموت الناس وتغرق الناس لما تطيح الأمطار، وتنقطع الكهرباء على الناس لما توصل درجة الحرارة في الصيف إلى أقصاها، وتصرى كوارث كثيرة كثيرة، ويوميا وبشكل يومي راهي تصرى هذه الكوارث. خلينا نشوف جزء آخر أيضا. الناس في سعيدة. مؤلم، ضجيج وصرخات وعياط لأنهم يعطوا لهم قفة اللي ما تساويش أحيانا قيمة 150 ألف أو 200 ألف، يحسبوها لهم قال تاع مليون. يعني يحسبوا من خزينة الدولة يخرج مليون للشخص، لكن الشخص يوصلوا قفة فيها تاع 150 ألف أو 200 ألف سنتين ليس أكثر. بمعنى أن 3 أرباع مرات ربع خماس نتاع قيمة القفة يروح في جيوب اللصوص اللي موجودين في التوزيع، وهم أساسا في البلديات أو في الولايات. لماذا؟ لأن الدراسة خيرتنا الأبشع حطتهم في البلدية والأبشع حطتهم في الولاية كموظفين أو كمنتخبين. هذه دولة الحنوشة، وهذه الدولة الحنوشة اللي أزعجت بقوة اليوم مجلة الجيش وأصحابها، لأنهم منزعجين من كلمة دولة مدنية، مجنتهم كلمة دولة مدنية.